الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. قل أعوذ برب الناس، ملك الناس، إله الناس، من شر الوسواس الخناس، الذي يوسوس في صدور الناس، من الجن والناس. الله أكبر. سمع الله لمن حمده. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور. الحمد لله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وله الحمد في الآخرة. الحمد لله فاطر السماوات والأرض جاعل الملائكة رسلا أولي أجنحة مثنى وثلاث ورباع، يزيد في الخلق ما يشاء، إن الله على كل شيء قدير. اللهم لك الحمد أنت قيم السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ومن فيهن، ولك الحمد أنت فاطر السماوات والأرض ومن فيهن، أنت الحق ووعدك حق ولقاؤك حق والجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق، أنت المقدم وأنت المؤخر، لا إله إلا أنت، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. تم نورك فهديت فلك الحمد، وعظم حلمك فعفوت فلك الحمد، وعظم جودك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطية وأهلاها، تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتقبل التوب،
التوبة وتغفر الذنب العظيم. اللهم لك الحمد كما خلقتنا، اللهم لك الحمد بما خلقتنا، ولك الحمد بما رزقتنا، ولك الحمد بما هديتنا، ولك الحمد بما علمتنا، ولك الحمد بما عافيتنا، لك الحمد بالإسلام، لك الحمد بالإيمان، لك الحمد بالقرآن، لك الحمد أن بلغتنا آخر رمضان، لك الحمد بالمال والأهل والمعافاة، كبت عدونا وبسطت رزقنا وأظهرت أمننا وأحسنت معافاتنا، ومن كل ما سألناك أعطيتنا، أطعمتنا من الطعام وسقيتنا من الشراب، وكسوتنا من العري وكسوتنا من العري، وهديتنا من الضلالة، وبصرتنا من العماية، وفضلتنا على كثير ممن خلقت تفضيلا. اللهم لك الحمد كله، لا قابض لما بسط، ولا باسط لما قضت، ولا هادي لمن أضللت، ولا مضل لمن هديت، ولا معطي لما منعت، ولا مانع لما أعطيت، ولا مقرب لما باعت، ولا مباعد لما قربت. لك الحمد السرمد حمدا لا يحصيه العدد ولا يقطعه الأمد، كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. لك الحمد حمدا حمدا، ولك الشكر شكرا شكرا، لك الحمد على نعمك الكثيرة وآلائك العظيمة. أهل أنت أن تحمد، وأهل أنت أن تعبد، لك الحمد كله، وبيدك الخير كله، وإليك يرجع الأمر كله، علانيته وسره. لك الحمد أولا، لك الحمد آخرا، لك الحمد ظاهرا، لك الحمد باطنا، أنت المستعان وعليك التكلان. لبيك وسعديك، والشر ليس إليك، والخير كله بيديك، تباركت وتعاليت. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين، إنك حميد مجيد. اللهم إنا نستعينك ونستهديك، ونستغفرك ونؤمن بك، ونتوكل عليك، نثني عليك الخير كله، نشكرك ولا نكفرك، ونخلع ونترك من يفجرك. اللهم إياك نعبد، ولك نصلي ونسجد، وإليك نسعى ونحفد، نرجو رحمتك ونخشى عذابك، إن عذابك الجد بالكفار ملحق. اللهم إنا عبيدك، بنو عبيدك، بنو إمائك، نواصينا بيدك، عدل فينا قضاؤك، ماض فينا حكمك. نسألك اللهم
اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وسابقنا ودليلنا إليك وإلى جناتك جنات النعيم. اللهم واجعلنا ممن يقيم حروفه وحدوده ولا تجعلنا ممن يقيم حروفه ولا يقيم حدوده. اللهم ألزم قلوبنا حفظ كتابك وارزقنا تلاوته على الوجه الذي يرضيك عنا يا رب العالمين. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اهدنا فيمن هديت وعافنا فيمن عافيت وتولنا فيمن توليت وبارك لنا فيما أعطيت وقنا واصرف عنا شر ما قضيت إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت. تباركت ربنا وتعاليت. ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا. أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آمنا بما أنزلت واتبعنا الرسول فاكتبنا مع الشاهدين. ربنا هب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا والممات ومن فتنة المسيح الدجال. اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أحينا ما كانت الحياة خيرا لنا وتوفنا إذا علمت الوفاة خيرا لنا. اللهم أحسن عاقبتنا في الأمور كلها وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللهم إنا نسألك أن تجعل لنا من الفهم عن رسولك صلى الله عليه وسلم ما نبلغ به منازل الصديقين ونحشر به في زمرة العلماء العاملين. اللهم إنا نعوذ بك من الحور بعد الكور. اللهم واجعلنا ممن يحيا على كلمة التوحيد ويموت عليها واجعلها آخر كلامنا من الدنيا واجعلها آخر كلامنا من الدنيا. اللهم وجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم وجنبنا وبنينا أن نعبد الأصنام. اللهم واجعلنا من أوليائك الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك ونحن نعلم ونعوذ بك مما ونستغفرك مما لا نعلم. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم اغفر لموتى المسلمين الذين شهدوا لك بالوحدانية ولنبيك بالرسالة وماتوا على ذلك.
اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم وخص منهم الآباء والأمهات، اللهم واجزهم عنا خيرا، اللهم واجزهم عنا خير ما جزيت والد عن ولده، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وارحمهم كما ربونا صغارا، اللهم وكما أحسنوا إلينا فأحسن إليهم، وكما أكرمونا فأكرمهم، وكما رحمونا فارحمهم يا رب العالمين. اللهم من كان من آبائنا حيا، اللهم من كان من والدينا حيا، فمتعه بالصحة والعافية، فمتعه بالصحة والعافية، ومتعه متاع الصالحين يا رب العالمين. اللهم من كان منهم ميتا، اللهم فأنزل على قبره الضياء والنور والفسحة والسرور، اللهم واجعل قبره روضة من روضات الجنان، ولا تجعل قبره حفرة من حفر النيران يا رب العالمين. اللهم وارحمنا إذا صرنا إلى ما صاروا إليه تحت الجنادل والتراب وحدنا، اللهم واجعل قبورنا بعد فراقنا للدنيا من خير منازلنا، وافسح لنا فيها ضيق ملاحدنا، وارحم في موقف العرض عليك ذل مقامنا، وثبت على الصراط أقدامنا. لا إله إلا الله العظيم الحليم، لا إله إلا الله رب العرش العظيم، لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم، لا إله إلا الله قبل كل شيء، ولا إله إلا الله بعد كل شيء، ولا إله إلا الله يبقى ويفنى كل شيء. سبحان الذي تعطف بالعز وبالكبرياء، سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان الله مداد كلماته، سبحان الله زينة عرشه، سبحان الله رضا نفسه، سبحان الله عدد خلقه. يا من يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل، وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى، يا من يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته، يا من خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون ومما لا يعلمون، يا من يسلخ من الليل النهار، يا من خلق الإنسان من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا، تخلق ما تشاء، يا من لا تدركه الأبصار وهو يدرك الأبصار، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يا من يجيب دعوة المضطر إذا دعاه ويكشف السوء، يا من أضحك وأبكى وأمات وأحيا وخلق الزوجين الذكر والأنثى، إلهنا وسيدنا، هدأت العيون وهجعت الجفون وغارت النجوم، وأنت حي قيوم، إلهنا وربنا.
إلهنا وربنا أغلقت الملوك أبوابها وطام عليها حجابها أغلقت الملوك أبوابها وطام عليها حجابها وبابك مفتوح للسائلين يا فرجنا إذا أغلقت الأبواب ويا رجاءنا إذا انقطعت الأسباب وحيل بيننا وبين الأهل والأصحاب ها نحن في الثلث الأخير من الليل الذي تتنزل فيه سبحانك وتقول فيه هل من سائل فأعطيه هل من داع فأجيبه هل من مستغفر فأغفر له هل من مستغفر فأغفر له ها نحن ببابك واقفون هذه نواصينا الخاطئة بين يديك وأمورنا ترجع إليك هذه أيدينا لم ترفع لغيرك وهذه جباهنا لم تسجد لسواك أطعناك فشكرتنا وعصيناك فأمهلتنا وإن رجعنا إليك قبلتنا أطعناك بإذنك والمنة لك وعصيناك بعلمك والحجة لك ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلون ما عصيناك إذا عصيناك ونحن بعذابك جاهلين ولا بعذابك مستخفين ولكن غرتنا أنفسنا وسولت لنا أنفسنا فعصيناك بجهل وخالفناك بجهل اللهم إنا نشكو إليك ضعف قوتنا أنت رب المستضعفين أنت الغني ونحن الفقراء أنت القوي ونحن الضعفاء أنت الملك ونحن عبيدك لا إله إلا أنت إن لم يكن بك علينا غضب فلا نبالي يا من كتب على نفسه الرحمة يا من سبقت رحمته غضبه يا من رحمته سبقت غضبه يا ربنا ويا سيدنا ويا مولانا ويا غاية رغبتنا يا الله جئنا ببابك مذنبين فاغفر لنا يا الله وجئنا ببابك تائبين فتب علينا يا الله وجئنا ببابك مستغفرين فاغفر لنا يا الله اللهم اكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واكتبنا في هذا الشهر الكريم من عتقائك من النار اللهم واكتبنا في هذه الليلة ممن فاز بعتقك من النار اللهم تقبل منا الصيام والقيام وتجاوز عما تخرق من المعاصي والآثام اللهم وفق اللهم واجعلنا ممن وفق لقيام ليلة القدر اللهم واجعلنا واكتبنا في من وفق لقيام ليلة القدر ونال ما فيها من الثواب والأجر اللهم بشرنا بروح وريحان ورب راض غير غضبان اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك الجنة ونستجير بك من النار اللهم إنا نسألك صحبة نبيك صلى الله عليه وسلم اللهم وأحينا على سنته وتوفنا على ملته واحشرنا في زمرته وتحت لوائه وأوردنا حوضه نسألك باسمك الأعظم الذي إذا دعيت به أجبت وإذا سئلت به أعطيت نسألك بوجهك الكريم الفردوس الأعلى
اللهم إنا نسألك أن تتنزل علينا رحماتك، اللهم إنا نسألك رحمتك ورضوانك، وأن تجعلنا ممن تباهي بهم ملائكتك، وأن تقول لنا انصرفوا مغفورا لكم. اللهم كما جمعتنا في هذه الليلة الشريفة المباركة، اللهم واجمعنا جميعا في مستقر رحمتك على سرر متقابلين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. اللهم يا فارج الهم ويا كاشف الغم ويا مجيب دعوة المضطرين، يا رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما، نسألك رحمة من عندك تغنينا عن رحمة من سواك. اللهم فرج هم المهمومين، ونفس كرب المكروبين، واقض الدين عن المدينين، واشف مرضانا ومرضى المسلمين. اللهم لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته، ولا هما إلا فرجته، ولا دينا إلا قضيته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا تائبا إلا قبلته، ولا عسيرا إلا يسرته، ولا كربا إلا نفسته، ولا عزبا إلا زوجته، ولا ولدا إلا أصلحته، ولا محروما من الذرية إلا ذرية صالحة رزقته، ولا أسيرا إلا فككته، ولا جبارا إلا قصمته، ولا ساحرا إلا أهلكته. اللهم يا رب العالمين، يا إله الأولين والآخرين، انصر كتابك وسنة نبيك صلى الله عليه وسلم وعبادك المؤمنين. اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، واحم حوزة الدين. اللهم قاتل الكفرة الذين يكذبون رسلك ويصدون عن سبيلك، واجعل عليهم رجزك وعذابك. اللهم عليك بمن طغى وبغى وتجبر واعتدى، اللهم يا ناصر المؤمنين، اللهم يا ناصر المؤمنين. اللهم إنا نسألك أن تقر أعيننا بالنصر والتمكين لإخواننا المجاهدين في سبيلك الذين يقاتلون لإعلاء كلمتك ونصرة دينك يا رب العالمين. اللهم أنقذ المسجد الأقصى من المحتلين المعتدين، اللهم واجعله شامخا عزيزا إلى يوم الدين. اللهم وفق المسلمين في كل مكان للتمسك بكتابك واتباع سنة نبيك صلى الله عليه وسلم على منهج سلف هذه الأمة الصالحين. اللهم اجمع كلمة المسلمين على الحق، واكفهم شر التنازع والتفرق والاختلاف. اللهم أبرم لهذه الأمة أمرا رشدا، يعز فيه أهل الطاعة ويعافى فيه أهل المعصية. اللهم احفظ علماء المسلمين وأيدهم بتأييدك، وثبت على الحق يا رب العالمين. اللهم انفع بهم العالمين، اللهم انفع بهم العالمين، وأمد في عمرهم على طاعتك. اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها، اللهم احفظ على هذه البلاد عقيدتها وأمنها وطمأنينتها وقيادتها وعزها ورخاءها واستقرارها. اللهم وفق ولي أمرنا بتوفيقك، وأيده بتأييدك، وانصره بالحق،
وانصر الحق به يا رب العالمين يا ذا الجلال والإكرام. اللهم أصلح نساء المسلمين عامة والحاضرات خاصة، واجعلهن هاديات مهديات غير ضالات ولا مضلات. اللهم واجعلهن مسلمات مؤمنات قانتات تائبات عابدات سائحات. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم واحفظهن من أن يفتن أو يفتن. اللهم وارزقهن الزوج الصالح والولد البار. اللهم رحماك رحماك باليتامى والمحتاجين. اللهم رحماك رحماك بالأرامل والمطلقات والمعلقات. اللهم كن لهم عونا ونصيرا. اللهم من كان من أولاد المسلمين مقترفا للمعاصي وعاقا لوالديه، اللهم من عليه بتوبة عاجلة واجعله قرة عين لوالديه. اللهم يا من رد يوسف لأبيه ورد موسى لأمه، اللهم رد كل غائب على والديه وأسعدهما برؤيته سالما معافى. اللهم واحفظ شباب المسلمين وبنات المسلمين. اللهم حبب إليهم الإيمان وزينه في قلوبهم، وكره إليهم الكفر والفسوق والعصيان. اللهم واحفظهم من كل ما يكاد لهم. اللهم واكفهم شر الأشرار وكيد الفجار. اللهم واحفظ أبناءنا المبتعثين والمبتعثات. اللهم احفظ عليهم دينهم وأعراضهم. اللهم وفق العاملين والعاملات والمشرفين والمشرفات في هذا الجامع. اللهم واجزهم عنا خيرا. اللهم وفق رجال أمرنا لكل خير، واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم وفق الآمرين بالمعروف والناهين عن المنكر. اللهم وفق رجال الحسنى وأعنهم، واجزهم عنا وعن المسلمين خيرا. اللهم أصلح وسائل الإعلام في بلاد المسلمين، واجعلها وأهلها داعين للخير والرشاد على الوجه الذي يرضيك يا رب العالمين. اللهم واحفظ علينا ديننا وأعراضنا. اللهم واحفظنا من شر الشهوات والشبهات. اللهم إنا نستودعك ديننا. اللهم إنا نستودعك ديننا وإيماننا ونفوسنا وأهلينا يا رب العالمين. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك. اللهم واختم لنا شهر رمضان بغفرانك، وجد علينا بأفضل الحظوظ من رضوانك. اللهم وفقنا للصالحات قبل الممات، وأرشدنا إلى استدراك الهفوات قبل الفوات، وألهمنا أخذ العدة للوفاة قبل الموافاة. اللهم ولا تكتبنا ممن رغمت أنوفهم في رمضان، وثبتنا على طاعتك ودينك بعد رمضان على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إن كان في سابق علمك أن تجمعنا في مثل هذا الشهر فبارك لنا فيه، وإن قضيت بقطع آجالنا وما يحول بيننا وبينه فأحسن الخلافة على باقينا، وأوسع الرحمة على ماضينا، واجعل الموعد جنات النعيم.
اللهم آت كل سائل منا مراده واكتب لنا الحسنى وزياده اللهم تقبل منا إنك أنت السميع العليم واغفر لنا إنك أنت الغفور الرحيم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصل اللهم وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.